اهلا بحضرتك. يا ترى ليه عبد الفتاح السيسي مصدر اعلامه وما بيتكلمش عن الازمه الاقتصاديه؟ او بمعنى اصح، مين المسؤول عن الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها؟ الاعلام فنتكلم عنه، الوزراء نتكلم عنهم، ولا السيسي؟ وليه بيخافوا يتكلموا عن عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر؟ دي الاسئله اللي هنطرحها على حضراتكم في الفقره دي، ومنتظر اسمع منكم واسمع اراء حضراتكم في فقره صوت الناس، لان صوت حضراتكم هو الاهم. معانا اتصال. استاذ محمد من مصر معانا، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ محمد، اهلا بحضرتك. الله يخليك يا استاذ احمد، كل سنه وانت طيب وتقول عليك الايام كلها بخير. وحضرتك بخير يا رب، حضرتك بخير وسلام. قول لي بقى يا استاذ محمد، مين المسؤول عن الازمه الازمه الاقتصاديه تحديدا؟ الوزراء ورئيس الوزراء ولا السيسي؟ بص يا فندم، هي الازمه مش في ده ولا ده. الازمه في الشعب. ازاي الازمه في الشعب؟ عايز افهم من حضرتك ازاي الازمه في الشعب. اقول لحضرتك يا فندم، لو حضرتك ترجع كده الثقافه بتاعتنا في الافلام اللي بتتذاع في التلفزيونات، احنا بناخد منها ثقافه. في ناس بتتفرج على الفيلم اكنه فيلم مضحك وهزار وضحك، لكن لو حضرتك تبص للاساس بتاع الفن، الفن بيقدم واقع. يعني في فيلم زي فيلم خلاويص معايا، الحكومه لما بتحب تطلع نفسها من مخرج او تطلع نفسها من مشكله، لازم تشوف حاجه تخلي الشعب ينشغل بيها معايا. فالفكره كلها حضرتك، ان اي حاجه بتحصل في البلد، الناس دلوقتي بتقول لك انا ماليش دعوه، انا اهم حاجه اكل عيالي، اشوف اكل عيشي، اشوف هجيب اللقمه للعيال منين. لكن هي الفكره كلها حضرتك، انا اللي انا مستغربه الشعب نفسه اللي استحمل 10 سنين، استحمل ازاي وساكت ليه؟ يعني لو هنقول الخوف، طب الخوف من ايه؟ انت كده كده ميت، يعني انت كده كده ميت، انت خايف من ايه؟ اصلك ربنا كاتب لك يوم هتتولد فيه وهتروح فيه، انت خايف تطالب بحقك ازاي؟ ساكت على اللي بيحصل ازاي؟ استاذ احمد، اللي بيحصل سيبك من الاكل والشرب، احنا بعيد عنك كمصريين تحس ان احنا مكسور عينينا. مش فكره الاكل والشرب خالص، انت مكسور عينيك، انت مش قادر ترفع عينيك في اي مخلوق من اللي بيحصل في غزه. بص للناس اللي بتحصل في غزه، ان كان في اعلامي، اذا كان في اعلامي يقول على التلفزيون المفروض ما نهاجمش وزير التموين والقصه والروايه، هو نفسه ما عندوش الجراءه يقول المشكله مين. بشكرك يا استاذ محمد، بس انا مش مع مساله ان احنا نحمل الشعب، لان الشعب في الاول وفي الاخر مجني عليه. يعني انا ضد ان احنا نتجنى كتير على الشعب المصري، وان كان كلام حضرتك في وجاهه وده رايك بيعبر عن قناعاتك طبعا. بشكر حضرتك جدا على اتصالك بينا. ومعانا ابو عمر من النمسا، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو عمر، اهلا وسهلا حبيبي. انا عراقي واريد متابع للاجواء المصريه، عاوز اعطي رايي. ممكن انت عراقي وعايز تقول رايك في اللي حاصل في مصر، انا فاهمك صح؟ بالضبط بالضبط. طيب عيني اتفضل. اغاتي، الموضوع المصري ليس السيسي، السيسي مجرد دمية حاطي لك إياه عشان الناس تنهش به. الموضوع لا أنت ولا أسامة جويش تقول الحقيقة، أنه الجيش وليس السيسي. الجيش لازم المصانع، الأكل، الشرب، المي، المكرونة، كل الجيش. إحنا ليش نغطي على الجيش ونظهر واحد ضعيف مثل السيسي؟ السيسي أضعف من ما تتخيل والله العظيم. 1000 واحد يطلع بمصر، 1000 رجل يطلع بمصر، السيسي انتهى. لكن مين حيقتلهم؟ حيقتلهم الجيش. فالمشكلة بالجيش، اللي قطع حدود غزة جيش، اللي قطع نهر النيل الجيش، اللي غلى الأسعار، اللي جاب لكم الفراخ الميتة من البرازيل هو الجيش. ليش ما تقولون الحقيقة؟ طيب أنا أقول لحضرتك يا أبو عمر، بشكرك جدا،
هقول لك انا الجيش ولا السيسي. الجيش مؤسسه موجود فيها ناس كتير قوي، فيها الصالح والطالح، فيها الكويس والوحش، فيها اللي بيشتغل عشان البلد ووطني، وفيها اللي بيشتغل عشان مصلحه نفسه وعشان اكل عيشه. انما عبد الفتاح السيسي بيوجه طاقات الجيش بالناس الكويسه والناس الوحشه، بكل من فيه من الوطنيين وغير الوطنيين، وان كان في وطنيين اكيد بيوجه طاقات الناس دي لخدمه اغراضه. هو اللي بيرسم الايه الاستراتيجيه، هو اللي بيرسم اللي الناس الباقي هيمشوا عليه، وللباقي بيمشوا عليه، والخطه اللي بيحطها عبد الفتاح السيسي هي الخطه اللي موصلانا للحل اللي احنا فيه، اقتصاد وسياسه وكل اللي حضرتك شايفه. اذا لما بستهدف عبد الفتاح السيسي لان هو المسؤول بشكل مباشر، معاه اعوان اللي موافقين على كلامه واللي موافقين على تصرفاته اكيد زيه ويتحملوا المسؤوليه معاه. انما هل كل الجيش؟ انا ما اقدرش اقول كل الجيش، مش عشان خايف، علشان ده مش منطق. ان هقول مليون واحد كلهم على نفس دماغ عبد الفتاح السيسي، لا، اؤكد لحضرتك لا. وفي حالات كتير من رفض عبد الفتاح السيسي من قيادات، يعني على الاقل سامي عنان، وان كان في ناس كتير اكتر من سامي عنان وعندها تاريخ او عندها صفحه بيضة في حب البلد. يعني بشكرك جدا يا ابو عمر، تحياتي لحضرتك. معايا اتصال تاني، استاذ احمد من مصر، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ احمد. ايه الفرق بين السيسي وحكومته يا ترى؟ انا ليه طلب كده بس يا استاذ احمد؟ بعزين حضرتك انا بطلب من الحكومه المجرمه والعصابة المجرمة اللي بتحكم مصر رفع الحد الأدنى للأجور 30,000 جنيه. وهقول لك ليه. أنا باخد معاشي يا أستاذ أحمد 4,500 جنيه، بصرف منهم 3,500 جنيه أدوية، وممكن أبعت لك دلوقتي الدواء انترست ده لوحده بكام؟ ب 1400 جنيه. دواء واحد بس باخد منه علبتين في الشهر، العلبتين لوحدهم ب 3,800 جنيه. بس أنا عايز مش عايز أصدمك يا أستاذ أحمد، يعني مهما حضرتك قلت هم مش يعني هو لما رفع ل 6000 جنيه قال لك يعني ده احساس من القائد بالشعب ومش عارف ايه المجتمع والكلام اللطيف اللي قالوه ده. فخلينا موضوعيين يعني. طب يا استاذ احمد، طب يا استاذ احمد بعد اذن حضرتك، ال 6000 هو يقول لي بيعمل بهم ايه؟ ماشي، انا بطلب من سعادتك انت توجه رساله لي من دلوقتي لكل المجرمين الخونه اللي بيحكموا مصر، يقول لي ال 6000 جنيه بيعملوا ايه؟ ال 6000 جنيه ما يكفوش يا استاذ احمد دلوقتي 6 ايام. يا استاذ احمد انت عشان تنزل السوق دلوقتي وتجيب حاجات، هو انا المفروض ما اتكلمش على الاكل ولا الشرب؟ عشان احنا بنطالب بالحريه وبنطالب بيبقى عندنا كرامه. معلش بس احنا الظروف اللي احنا فيها دلوقتي دي هم خلونا نلف حوالين نفسينا عشان الاكل والشرب بس. اقل بيت دلوقتي عشان نتغدى 500 جنيه يا استاذ احمد، عشان تجيب فطار مش اقل من 100 جنيه، عشاء مش اقل من 100 جنيه. طب هنجيب منين؟ لما كل واحد مرتبه ماشي 6000 جنيه. ايوه يا استاذ احمد اقل حاجه والله. اقسم لك بالله العظيم انا مش بكذب حضرتك يا فندم، بس انا بتكلم على واقعيه النظام ده مش على واقعيه الاحتياج. الاحتياج اكيد حضراتكم استاذ احمد لسه جاي دلوقتي كيلو بانيه وجايب حاجات تافهه ب 400 جنيه. كيلو بانيه وحاجات تافهه جنبها ب 400 جنيه. ربنا يعين الناس. بشكر حضرتك يا استاذ احمد. انا مش بتكلم على موضوعيه احتياجات الناس، احتياجات الناس محتاجه اكتر من 30,000. انا بتكلم على موضوعيه الناس اللي احنا شايفينهم بيحكموا البلد بيفكروا ازاي. ام وليد من مصر معانا، اهلا بيكي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، ازي حضرتك؟ يا استاذ احمد مين المسؤول بقى عن الوضع اللي احنا فيه ده، الوزراء والحكومه ولا عبد الفتاح السيسي شخصيا؟ انا مش عاوز اجيب اسمه اصلا على لساني بصراحه، معلش بس هو يعني واقع. يعني هو واقع حتى لو نكرناه. هو لا ده هو بص، مش هروب بقى من المشاكل الاقتصاديه وبس، ده بيهرب من كل المشاكل. فاكر حضرتك لما الرئيس الفرنسي بيقول له عندكم مش عارف ايه حقوق الانسان؟ فبعدين هو بيقول له ايه، والله العظيم عامل بالظبط زي التلميذ الخايبين. فبيقول له ايه، انت بتسالني على حقوق الانسان، ما تشوف مش عارف احنا خايبانين في اخر، زي ما يكون بالظبط ايه، انا بليت في العلوم، ما بتسالنيش ليه على الانجليزي، ما انا ما بفهمش، ما انا بليت في الانجليزي والرياضه والعربي. ما بتسالنيش ليه على بقيه المواد، ما انا زي الزفت، انت بتكلمني على حاجه واحده. يعني بالظبط كده والله، يعني انسان، يعني انا مش عارفه اقول ايه، انا مكسوفه ان ده، يعني مش عاوزه اقول رئيس، عارفه بيمثل اللي بيطلعوا بيشكوا بيقولوا ايه، يا رئيس يا رئيس مش عارف ايه، يا رئيس بينتعش هو بالكلمه دي اصلا. هو عايز هم مش واخدين بالهم، انا بقول يا رئيس هو بينتعش بقى،
المهم يا استاذ استاذ احمد الله يبارك لك، اديني دقيقتين زياده كده على وقت. لا لا احنا كده رضا قوي، بشكرك يا مواليد. لا لا في ناس كتير منتظره، كلمينا تاني. بشكرك يا مواليد، معانا ناس كتير والله. بشكر حضرتك على اتصالك بينا، واهلا وسهلا بيكي دايما. معايا اتصال ام اسلام معانا، اهلا بيكي. السلام عليكم. اهلا بك يا استاذ. عليكم السلام يا ام اسلام، اهلا بيكي. اتفضلي يا فندم. يا استاذه، بص يا استاذه، اتفضلي. حضرتك دلوقتي بتتكلم عن اللي احنا فيه والغلا وكل اللي احنا فيه ده. ايوه. والناس بتمر بيه وكل الازمات اللي احنا فيها دي. احنا يا استاذ احمد في يوم من الايام، حضرتك سامعني؟ ايوه يا فندم. ما حضرتك في يوم من الايام، احنا يا استاذ احمد احنا كنا ايام ساعه الانقلاب، وكانت الناس كلها يعني احنا حسينا ان الدنيا بقت في وشنا، مش قادره اوصف اليوم ده. بس كان في ناس كتير، الاغلبيه استاذ احمد معيدين للنظام ده، واحنا كنا محروق دمنا، وكنا كل يوم كنا بنتمناها من الله اللي بيحصل ده يحصل، على الرغم ان الغلا جاي على الكل. اللهم لا شماته، اللهم لا شماته، الغلا جاي على الكل يا استاذه. لكن احنا برضو الحمد لله احنا مرتاحين، وده ذنب ناس، ذنب الناس المعتقلين يا استاذ احمد، وذنب ان الله لا يصلح عمل المفسدين. جل الله جل الله. بشكرك يا اسلام، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. بشكرك جدا، يعني بتتكرر الكلمه واحنا شايفين المعنى قدامنا في ارض الواقع. يعني معايا اتصال. استاذ علي من مصر، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ احمد. ازيك يا استاذ علي، عامل ايه؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ تسلم يا رب، ربنا يخليك. قول لي بقى يا استاذ علي، هو في فرق بين الحكومه والسيسي ولا هما الاثنين زي بعض؟ والله العظيم انا اول مره اشترك في القناه. ده تتنور. وانا بتابع. الله يكرمك يا استاذ احمد، والله 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 الراجل ده تعبنا كلي وجزئي. طب هو المفروض يعمل ايه؟ ما هو بيحاول اهو، بعض الناس تقول لك كده. بيحاول ايه؟ ده المنظمه كلها فاشله، قسما بالله المنظمه كلها فاشله. المنظومه تعبانه. طبعا طبعا تعبنا. انا عندي 5 اولاد، ربنا يبارك، الاربعه في التعليم، تعبان جدا. ربنا يخليهم لك. بتقبض كام على كده؟ جايب عربيه. جايب عربيه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام. 2015 شال بطاقه التومين، قال لك طالما انت معاك عربيه ما ينفعش يكون في بطاقه التومين. انت من الاغنياء كده. من الاغنياء. طبعا. وشغال بيها اوبر، يعني الواحد بص مش هقول لك. طب بتوفي يا عم علي ولا الدنيا مش ماشيه؟ والله الدنيا خربانه يا استاذ احمد، مفيش خالص. بس يعني ماشيه يعني. بس ماشيه. والله الحمد لله. ماشيه. والله الحمد لله. الحمد لله. ماشيه بقى. ربنا يسترك، ربنا يستر بيوتكم يا عم علي ويبارك لكم في رزقكم يا رب. شكرا. لا الراجل ده. لا الراجل ده بس هو هيفضل كده يعني. يعني 10 سنين لو في خير كان عمله يعني. معايا اتصال من السيد، سيد من مصر اهو معانا. السلام عليكم يا استاذ احمد. عليكم السلام يا عم سيد، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا استاذ احمد. ايه بتستعد لرمضان؟ بتسال مين المسؤول عنه؟ قول. حضرتك بتسال مين المسؤول عن الحصل في البلد؟ السيسي ولا حكومكم؟ صح؟ ولا احنا؟ لا احنا، لا احنا مغلوب على امرنا. قول لي بقى. طب تعبانين ماشي. هو في غيره؟ صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده جاي بالظلم. يعني ظالم، صح ولا غلط؟ ازاي عايز ربنا يصلح حاله؟ لازم نيجي في القرار المستعجل اللي هو السبب فيه. احنا تعبانين يا استاذ احمد، تعبانين ومالناش الا ربنا. وانا امبارح قلتها لحضرتك، مالناش الا ربنا. ونعم بالله. ما زلت بقول لحضرتك مالناش الا ربنا. ونعم بالله. ربنا بقى يكشف عننا الغمه دي وريحنا منه ومن حكومته. يا رب. لكن الحكومه، ما هي الحكومه؟ هي السيسي. ما كل واحد وزير كذا معاه موازي واحد من الجيش. وزير كذا معاه واحد موازي من الجيش. ومن امتى العسكر نفعه ولا ابو بلد؟ تمام. صح ولا غلط الكلام؟ بشكرك جدا. شكرا لك. يبقى احنا كده يا جماعه قدام حاله فيها عبد الفتاح السيسي من الجيش، وجاب وزراء بيمشيهم سكرتارية، فيبقى هو اللي بيدير وهو اللي بيرسم. فانت عايز ليه تحمل الوزير؟ نسال بقى حاتم من مصر، هو ليه الاعلام بيتكلم عن الوزير
وفشل الوزير وتقصير الوزير وما يقدرش يتكلم عن السيسي وفشل السيسي وتقصير السيسي. اتفضل يا حاج حاتم. الو، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. هو بس انا حابب اقول لك حاجه، معلش مع احترامي لو تديني بس شويه وقت زي الاساتذه اللي بيفهموا اللي اتكلموا قبل كده. الناس كلها بتفهم يفهم. اتفضل. طبعا واضح من اسلوبهم ان مستوى الكلام مصر. لا 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 استنى، بعد اذنك حاتم، بعد اذنك هتقطعني. لا هقطعك. لا مش مسموح ان حضرتك يعني تدخل تتكلم بفوقيه على الناس. الناس بتتكلم، طالما بتتكلم بادب واحترام كل واحد من حقه يقول رايه. هنا ده مجال ومكان لصوت الناس. عاجب حضرتك على عيني وراسي، مش عاجب حضرتك برضو على عيني وراسي، انما ما تتطاولش على حد بعد اذنك عشان اقفل السكه. صح، انا ما قفلتش السكه. خلينا نتكلم. طيب انا ما قفلتش السكه، انا بس بقول لك تحترم الناس اللي اتكلمت قبل حضرتك زي ما انت بتتكلم. ممكن يا فندم قبل ما يقطع السكه، خلينا نكمل بس. لا لا مش هتكمل، مش هتكمل غير لما حضرتك تحترم الناس، كل الناس اللي بتتكلم. انت مش احسن من حد يا فندم. البلد متبهدله من حسني مبارك ومن ايام مرسي ومن ايام الهباب الاسود الاخوان. عايز تتكلم دلوقتي؟ برافو عليك. مصر الله. كمل يا اسحات. وايه كمان؟ سيبوه يا جماعه، نار الدنيا كلها نار. انت مش عايز تسمع الكلام ده؟ مش عايز اسمع ايه؟ انت مش عايز تسمع الكلام ده؟ مش عايز اسمع. هو حضرتك ليه شايف الحقيقة. حضرتك ليه متخيل انت مستهدف وان انت هتقول اللي ما حدش قاله؟ اتفضل قول اللي عندك، بس تحترم الناس. اتكلم. طيب ترسينا اتكلم، تحترم الناس، تتكلم وكل حاجه، تحترم الناس. على عيني وعلى راسي. على عيني وعلى راسي. أيوة. فوق راسي من فوق. أتفضل. فوق راسي من فوق. أتفضل. فوق راسي من فوق. انت عايز تقول لي مطرح ما انت عايش دلوقتي الدنيا ما غليتش بعد حرب اوكرانيا بعد الكورونا؟ انت عايز تقول لي ان مصر في بلد زي السودان حواليها حدودها كلها بايظه، عايز تقول لي ان ده وضع عادي؟ احنا ليه بنغسل ايدينا وبننظف ايدينا وظروفنا؟ احنا عارفين ان ظروفنا صعبه، لكن ليه بننفض ايدينا بنقعد ننصر على الناس؟ تمام. في مصر مش هيجي انضف من الرئيس السيسي لحد دلوقتي. في ناس اشراف كتير، في مليون واحد. لكن احنا عارفين ان هو مش حرامي، وانتم مش قادرين تمسكوا عليه ان هو حرامي. مش قادرين ايه؟ استنى 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 استنى. مين اللي مش قادرين يمسكوا عليه؟ انت عايز تقول لي ان واحد بيقول لك انا ما باخدش مرتب من الدوله والساعات اللي بيلبسها والهدوم اللي بيلبسها؟ اسمعني بس، اسمعني الله يخليك. لا لا لا، ما هو الكلام مش كده على عواهله. عم اسمه ايه؟ عم حاتم. لا لا لا، راجل حرامي، راجل حرامي وبياخد عمولات وبياخد كوميشنات علشان مودي البلد في داهيه. انت مين قال لك؟ انا سايبك تتكلم تقول لي اشرف واحد. مين اشرف واحد ده؟ اشرف واحد مين يا راجل؟ صلى على النبي. اشرف مين يا راجل؟ صلى على النبي. واكتر حاجه هتجننهم اشرف واحد مين يا راجل؟ صلى على النبي. بس مش كده، خلي الكلام بالعقل. ده الحقيقه على فكره، ده الحقيقه. ده الحقيقه عندك. الواقع ما بيقولش كده. الواقع ان الجرايد في الدنيا كلها بتقول لك احنا مصر اعز من انها تقع، بس مش هننفع نساعدها وعلى راسها عبد الفتاح السيسي. وما دام انتصار والناس ما تخش تتكلم كلام عيب، والشوبينج اللي بيحصل في سويسرا والفواتير اللي قد كده والذهب والصيغه وبتاع، وتقول لي شريف وما بيمدش ايده. لا ما عيب يا راجل، مش كده، عيب مش كده. حضرتك بتصدعني، خلينا اكمل كلام. انا هقطعك عشان انت بتمرر كلام مش صح، معلومات غلط. لا حضرتك عشنا ايام حسني مبارك وعارفين الفساد اللي دخل 30 سنه فساد. ما كانش زي كده. 30 سنه فساد. الفساد بتاع مبارك اضربه في 100 يطلع لك السيسي. في كل مفاصل الدوله 30 سنه فساد. ما هم العساكر يا بيه. مش عايزين نقتنع بكلام زي كده ازاي؟ ما هي دي العساكر يا عمنا، ما ده حكم العساكر. الفساد ده جاي وانا جايبه. هو الناس دي كلها كانوا كلهم عساكر؟ ايوه. حسني مبارك كان ايه؟ ما كان على طيار. مليون بني ادم عايزه تبقى ازاي؟ ما هو كان طيار عسكري. ما عايزها تبقى ازاي؟ عايزها تبقى ازاي؟ زي ايام ما كان الملك والحكومه يعني مدنيه يا عمنا. زي الدكتور، مش زي فلان، مش زي المهندس. هو ايه مشكلتك مع العسكري؟ مش فاهم. انا مش مشكلتي مع انت. انا مشكلتي مع الافق عن الفكره، انما العسكري ده ما اخويا والضابط ده ابن عمي، ما عنديش مشكله. انا بتكلم ان كل واحد يعمل اللي بيعرف فيه. اللي بيعرف يدير واللي بيعرف يمسك بندقيه يمسكها. مبارك كل مفاصل الدوله فسدت من ايام حسني مبارك يا سيدي. ما هو ده حكم العساكر. واوروبا اللي مشيها قوانين. طيب تمام كده، شكرا ليك. حسني مبارك بدا الفساد في عهده في التسعينات، صحيح، بس دي دوله العساكر اللي انا بتكلم عنها. انا مش بحتقر العسكري ولا الضابط، ده اخويا وابن عمي. انا بتكلم عن اللي بيقعد في حته مش بتاعته، اللي بيشتغل شغلانه مش بتاعته. عسكري وظابط وتمام يا فندم، هناك في شغلك على الحدود بقى ولا هناك عشان تحمي النيل ولا تحمي
حدنا ولا أرضنا ولا أمننا القومي ولا طيران وصنافير ولا ولا، إنما عسكري وتقولي أنا ما بسمعش، ما بسمعش حد وما باخدش بدراسات الجدوى وأنا مدورها. طب ما أنت مدورها غلط، ما أنت فاشل يا باشا. أستاذ محمد من مصر معنا، أهلا بيك. طيب أبو مين؟ أبو عمار معنا. السلام عليكم. عليكم السلام يا أبو عمار. البلد فاسدة من يوم مبارك، أنتوا عايزين إيه يعني؟ كلام الأستاذ حاتم. والله يا باشا أنا أولاً كنت بتابع حوارك طيب، وأنا ليا وجهة نظر مختلفة شوية عن بعض الآراء اللي بسمعها بصراحة. نور. والله يا فندم أنا وجهة نظري إن السيسي نجح بنسبة 100% في كل اللي بيعمله. لان كل اللي بيعمله ده ما تقنعنيش انه مش شايفه ولا مش عارفه ولا ما حدش قال له ولا 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 ولا. انا شايف ان كل الافعال دي من يوم ما مسك لغايه النهارده مقصوده 100%، مقصود بيها تقطيع البلد، مقصود بيها تجويع البلد، مقصود بيها حمايه الكيان الصهيوني اللي هو عبد عنده. فمهما نقعد ننتقد ومهما نقول ومهما ماشي، قول انا متفق مع كل اللي حضرتك بتقول، لكن النيه اصلا موجوده بفعل اللي احنا فيه ده، الواقع اللي احنا فيه ده بالبلدي كده مقصود يعني. بس فاحنا عمالين لا انا دي وجهه نظرك وانا احترمها، دي وجهه نظر حضرتك انا احترمها، وشكرا ليك على انك اخترت اليوم كاملين وصوت الناس عشان تقول رايك فيه، واهلا وسهلا بيك دايما. انا مش باخد وجهه نظر اتبناها، لا انا بعرض اراء الناس كلها، واراء الناس بالمناسبه بتعبر عن قناعاتهم، مش قناعات لا مكملين ولا احمد سمير، دي قناعات حضراتكم اللي بنحترمها وبنعرضها زي ما هي. استاذ صابر من مصر معانا، اهلا بيك. استاذ صابر يا ريس اسمعني من التليفون بعد اذنك. يا فندم اتفضل. يا فندم اهلا بحضرتك. استاذ احمد اهلا بيك يا فندم، اتفضل. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا رب. يا ترى مين السبب في الهم، السيسي ولا حكومته؟ بارك استاذ احمد. الله يخليك بخير والله، تسلم. اتفضل اسمعني من التليفون بعد اذنك، وطي صوت التلفزيون. لا انا عايز اقول لك على حاجه استاذ احمد. قول لي ايه رايك طيب. انا بعتذر للاستاذ صابر، بعتذر يا استاذ صابر، ويا جماعه اسمعوني من التليفون علشان يكون بيننا حوار، ومنتظر اتصالك مره تانية يا استاذ صابر، وتسمعني من التليفون بقى. استاذ صالح معانا من مصر، اهلا بيك. اهلا استاذ احمد، ازي حالك يا باشا؟ عامل ايه؟ اهلا بحضرتك، تسلم يا رب. اتفضل يا فندم. انا معلش الله يسلمك، عايز بس اعلق على الشخص اللي اسمه حاتم ده، بس كلمه بس يعني في خصوص حسني مبارك. انا بيتهيالي ان حسني مبارك والله قد ما هو انه فاسد وكده، بس حاسس ان كان بيصرف علينا، كان بيصرف علينا من جيبه، بيتهيألي كده يعني اللي انا شايفه. لا ما حدش بيصرف عليك من جيبه، هو كان فساده اقل من السيسي بس. يعني انا عارف والله، بس ايه يعني في الوضع اللي احنا فيه، وبيقولوا حسني مبارك حسني مبارك، حسني مبارك كان فيه شويه فساد بس مش كده. السيسي السيسي فاسد وخاين يعني، غير الفساد خاين يعني، حاطط ايده في ايد اسرائيل مع يعني مغرق البلد. انتوا شايفين حال البلد ازاي؟ والله استاذ صالح. طيب استاذ صالح ما بقاش معانا، بشكرك. استاذ زيد من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ زيد، اهلا بحضرتك. الله يخليك يا استاذ احمد، والله انا بس ليا وجهه نظر طبعا. يعني يا ريت تسمعوها بس ان شاء الله. على راسنا، اتفضل يا فندم. بالنسبه للسياسه مكملين على عيننا وراسنا وفوقنا، وهم ناس صابرين ومجاهدين وكل كده، لكن سياسه تخويف الشعب المعارض للسيسي لابد تخف شويه. فين التخويف ده؟ اخبار السجون بتخوف الناس. ثواني بس يا بيه، اخبار السجون يا استاذ زيد بعد اذن حضرتك. مين خون مين؟ فين التخويف ده؟ ما في بتخويف، تخويف مش تخوين، بتخوف الشعب اللي هو بيعارض السيسي يا فندم. خوف الشعب اللي بيعارض السيسي فين يعني؟ حصل امتى؟ اخبار السجون واخبار الاعتقالات اللي بتتعرض على القناه بتخوف الناس من السيسي. فرحان السيسي فرحان مكشوف ولا قناه عنده بتخوف الناس زي قناه اللي عندكم؟ المفروض اخبار السجون احنا مش عدو، بس استنى استاذ زيد هقول لحضرتك حاجه.
يعني انا ما عنديش الاخبار دي, ما بعرضهاش وما ما اعرفش حاجه تقصد ايه, ولكن اغنيه كده وهدود. طيب انتهاكات بتحصل في البلد يعني. يعني يا سعاده الباشا, يعني اللي جوه السجون بيسمعوا الاغاني بتاعت السجون ما بيسمعوهاش, اللي بيسمعها الناس المعارضه للدين اللي هم بيسمعوكم. يعني ان احنا معارضين بنسمع مكملين. يعني تخيل سيادتك يوم ثوره 11/11 يوم 10/11 اسمع في القناه مكملين 46 عربيه شرطه في التويت, 46 عربيه شرطه. طب ليه؟ طب هو المفروض اطلع اقول لحضرتك زي الشباب اللطيف اللي بيطلع على السوشيال ميديا, انزلوا يا مصريين, مصريين, واقضوا على جيش فوزا مصريين وكده وكده, حضرتك يبقى يعني عندي مصداقيه. يعني مثلا الجزائر انتصرت بثوره وضع فيها مليون يا استاذ الفاضل, استاذ الفاضل, الظرف غير الظرف والزمن غير الزمن. انا مش هقول للناس وافتح صدري وهيج العالم عشان يجي لي شويه متابعين وشويه لايكات على الفيسبوك ولا يوتيوب وابقى انا كده في السيف سايد واقول للناس انزلوا موتوا والدنيا تمام. لا, انا بقول للناس الحاصل علشان دي مسؤوليه نشيلها كلنا. انما ان انا بخوف الناس, لا يا استاذ زيد, انا بعترض تماما, احنا ما بنخوفش الناس. لا, على راسي حضرتك ووجهه نظرك على راسي, بس انا بقول لحضرتك الواقع ان احنا بنحط الناس في الصوره مش بنخوف حد. بشكرك جدا يا استاذ زيد, واهلا وسهلا بحضرتك. واحنا هنا مش تجار خوف ومش تجار غضب. اقول لحضرتك تاني, واقول لاي حد بيسمعني عن نفسي, انا لا تاجر خوف ولا تاجر غضب ولا بتاع ايوه وانزلوا والجيش. لا, الجيش فيه ناس كويسه زي ما فيه ناس وحشه. كل حته في البلد دي فيها خير وفيها شر زي كل العالم. انما ايوه ويلا مصريين, الكلام ده مش هتلاقيه عندي, ما بعرفش, لان ده خداع. انا دوري اقول لك الحقيقه والوجهه النظر الاخرى, الروايه الاخرى الصادقه والحقيقيه, مش اللي فيها انحياز لحد. استاذ مصطفى من مصر معايا, اهلا بيك. الو مصطفى معايا؟ الو ايه يا مصطفى؟ احمد. انا احمد. يا احمد. ايوه يا استاذ احمد, ازيك عامل ايه؟ ايوه معاك. لا يا عم, انا اللي معاك. عندك كام سنه؟ 12. في سنه كام؟ ايوه. لا, قولي سنه كام يا عم؟ سنه 6. والله بتاخد مصروف كام؟ ما باخدش اصلا. طب أيوة, الغلا بوظ الناس. بتاخد طبعا غلا. ايه بقى, قول لي ايه اللي غالي عليك انت كده وانت في سنه 6 ابتدائي لسه؟ كل حاجه غالي. زي ايه مثلا؟ قول لي حاجه كنت بتجيبها وسعرها زاد عليك دلوقتي. إيه؟ كل حاجه زادت, ما فيش حاجه ما زادتش. الراجل دخل الناس تشحت في الشارع. بس بيقولوا هو واخد باله من الاطفال والتعليم كويس والمدارس كويسه. اطفال تعليم ده مش تعليم ده اصلا. الله, دلوقتي المدرس لما بيجي يديك في المدرسه درس ما حاجه عقله هو ياخد فلوس بس. ويغششك في الامتحانات. طب انت ايه اكتر حاجه مزعلاك يا احمد في البلد؟ ده فساد. ايه اكتر حاجه مزعلاك في البلد؟ الغلا. ايوه, حرام. هو اصلا خلى الناس مات بقى البلد للسعوديه والامارات. والله حرام اللي بيحصل في الشعب ده. باع كل حاجه. حرام والله. انا عايزك يا احمد بس تلتفت لمذاكرتك. احنا شعب. التفت لمذاكرتك يا ابو حميد, وان شاء الله حبيبي تبقى احسن, وان شاء الله البلد بايديكم, هو على ما تكبروا شويه تبقى افضل من كده ان شاء الله يا حبيبي. هو ده بيهد في بيوتنا. بيهد في كل حاجه يا احمد, ما جاتش على البيوت, يعني البيوت والاخلاق والبلد والدنيا. بص, بقول لك حاجه. قول لي حاجه. آخر هو حاجة. ده السيسي دلوقتي معاه مستثمرين.
مستثمرين دخلت معانا في 4.5. انت في الكيلو 4.5؟ ببيع ببيع في البلد دلوقتي. احنا عندنا هدف في 4.5. احنا عندنا هدف في 4.5. البلد كلها فيها هدف. البلد كلها اقول لمحمد ناصر لا البلد كلها تتباع، بس احنا عندنا داخلين طمعين في الحته بتاعتنا. انا بقول للناس كلها البورسعيد تمسك، ما حدش يبيع. شكرا يا استاذ احمد. شكرا يا ابو حميد، شكرا يا حبيبي، وربنا يجعل ايامكم خير ان شاء الله. وبالمناسبة أحب أهدي المكالمة دي لعبد الفتاح السيسي وللي مشغل العيال اللي هو شغالين معاه، يعني دي الأجيال اللي جاية، دول ولادنا، دول ولاد مصر اللي فاهمين وشايفين الأمور واضحة وما أعتقدش هتعرفوا تضحكوا عليهم. سهام من إيطاليا، أستاذ سهام أهلا بيكي. إزيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا وسهلا بيكي يا فندم. بقالي مدة وبحاول أدخل لك وأنت عارف إن أنا مريضة. ألف سلامة عليك، تنوري في أي وقت، اتفضلي. أنا قديمة معاك، أنا أول يوم في غزة كلمتك. أيوة يا فندم. عجبتني قوي مكالمة أحمد، وعجبني الضابط اللي كلمك امبارح يا أستاذ أحمد. أيوة. أحمد مش طفل، ده فاهم. أيوة. ودول البراعم اللي عايزينها بعد كده يبقى لها مستقبل. ولادنا اللي جايين ده مستقبل البلد، ده الجيل اللي احنا لازم نغذيه. السيسي الخطوه الجايه هيبيعنا بالراس. اما هو بقى كل حاجه هيقول لك 10 مصريين وفك 10 دولار. بس هو ده اللي جاي. قول لي ايه ما تبعش؟ الولد بيقول لك بتوع بورسعيد، بتوع الوراق، بتوع المنيب، وهم من الكيلو، هم من الكيلو 4.5. طيب يعني الناس سكتت، كان لازم من اول يوم تهجير كل يقف. ناس عايشه 40 سنه و50 سنه، ده كان في قانون في مصر لو ليك حته وسايبها 15 سنه وضع يد. دول قاعدين جوه الارض وجدودهم بتطلعهم باي حق؟ للاسف يعني جوعتهم بعد كده بتهجرهم. يعني دي خطة ايه بصراحة؟ هو ما بيفهمش في حاجة، بس هو واخد دكتوراه ورئيس قسم في التجويع والتهجير، دي اكتر حاجة هو نجح فيها بصراحة. يعني مشكورك يا استاذ سهام على اتصالك بينا وتنورينا دايما. للأسف البلد ماشية كده، كل حاجة بتتباع وكل حاجة بيتفرط فيها. بشكرك جدا على اتصالك معايا. الاستاذ عمار من امريكا، اهلا بيك. طيب مش معانا استاذ محمد من بلجيكا. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك يا رب، تسلم يا رب. انا بس يا استاذ احمد عايز بعد اذنك اديني بس مساحه استاذنك. اتفضل. حضرتك شفت اي بلد في العالم كله التعليم فيها زيرو، الصحه فيها زيرو، كل حاجة فيها زيرو، يعني في أمل إنها تنهض؟ ده شيء مستحيل. عمرك شفت بلد فيها وجهة مثل أحمد عمرو أديب وأحمد موسى ونشأت اللي بقه جايب من الصعيد لأسيوط، إن دي بلد تنهض؟ ده شيء مستحيل. أنا عايز أسأل سؤال بس للسيسي والناس اللي وراه، تمام؟ أنت السيسي وعدنا وعد ونفذه، خطاباته كلها مجرد انا تلاجتي ما فيهاش غير ميه، انا اللي يقرب لها، انا اللي يقرب لها اذبحه، انا اقرب اي دوله عربيه يمسها مكروه انا اول واحد. ده ما عندك غزه. انت فين من غزه؟ هو بيتضامن مع الصومال بس. نعم، انت فين من غزه؟ عمرك شفت رئيس جمهوريه؟ الرئيس الجمهوريه ده المفروض يكون شخصيه قويه، المفروض يكون كاريزما، يجي قدام رئيس زي اثيوبيا يقول له قول والله انك ما تمس ميه مصر. مين عمل كده؟ مين؟ احنا عشنا فساد قبل كده على مدار سنين ابهاتنا واجدادنا، بس كل ده
في كفة، والفساد اللي حصل في أيام السيسي في كفة تانية خالص، الضعف عشرات المرات، الضعف عشرات المرات يا فندم. كل أسف. النهاردة يا فندم عشان حضرتك لو واحد مريض بيروح المستشفى وهو في الشارع لسه ما دخلش باب المستشفى هتدفع كام؟ النهاردة بيتاجروا بالأعضاء، في أي دولة بيعملوا كده؟ النهاردة راتب العامل العادي يعني يعمل له إيه النهاردة؟ ما يفطروش هو وأسرته. أقسم بالله العلي العظيم أنا أعرف ناس بتموت من الجوع. إحنا بنقوله غزة بيموتوا بشرف، إحنا بنموت من الجوع، غزة بيموتوا بحرب. النهاردة السيسي بيقارننا والإعلام الفاسد بيقارنونا ببلد فيها حرب، بيقارنونا بغزة وفلسطين. فلسطين دي فيها حرب يا بني أدمين، إحنا ما إحناش في حرب في مصر، إحنا بلد فيها موارد تأكل بلاد تانية، بس للأسف حاميها حراميها. كل للأسف. بشكرك يا أستاذ محمد، شاكر وجودك معايا وأهلا وسهلا بيك دايما. خلينا ندي فرصة للآخرين لأن عندنا كمان موضوعات عايزين نكلم حضراتكم فيها. معنا مسلمة من مصر. أيوة السلام عليكم، إزي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمة الله. مسلمة، هو إيه الفرق بين الحكومة والسيسي؟ ليه الإعلام بيقول دايما إن الحكومة والوزير هو اللي فاشل والسيسي صاحب الرؤية هو اللي بيعمل كل حاجة عشان مصلحة البلد؟ والله حضرتك الناس شايفة بعينيها كل حاجة وعارفين فين الصح وفين الغلط. أنا دلوقتي عايز أسأل الناس ساكتة ليه؟ يعني مستنين إيه يحصل فينا تاني عشان نتحرك؟ سؤال يجاوب عليه الناس. لا أنا بسمعك، أنا معاكي. يعني إحنا المفروض نتحرك، اللي بيحصل فينا ده بسبب سكوتنا. لازم نتحرك، لازم وقفة. شكرا ليكي مصالح. أيوة، بشكرك جدا. اذا الناس لازم تتحرك، لازم ترفض اللي بيحصل ده. طيب معانا اتصال كمان. معايا اتصال. استاذة حنان من مصر. اهلا، ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا يا استاذة حنان، ازيك؟ ان شاء الله تكوني بخير. يا انا بخير، بس البلد يعني حاسس الواحد هينفجر، مع ان انا من الناس اللي يعني قادرين يكملوا، ولكن مين المسؤول عن اللي في البلد؟ السيسي ولا حكومته؟ حضرتك لو شلت كلمه لا دي من السؤال هيبقى وحكومته. السيسي هو حكومته، ولو ما فيش واحد شريف ونظيف وسط الحكومه دي يبقى كلهم حراميه، ويبقى لو مش حراميه يبقوا مش رجال، ولو مش رجال يبقوا جبنة، وبالتالي هم جبنة ولصوص ومخربين. طبيعي اللي احنا عاملينه مع بلد بتقول انا ماليش دعوه بالقانون الدولي، التطبيع ده بتاع مين؟ لمين؟ مين اللي عامله؟ مين اللي عامله؟ اذا كانت مطبعين معاه عشان ايه؟ عشان طب ما لهاش دعوه بالقانون الدولي، ما نخش ناكلها بقى، ما لهاش دعوه، واحد ملوش دعوه بالقانون الدولي. ايه ده؟ فين الناس اللي في حكومه ايه؟ هي دي حكومه بشويه حراميه على بلطجيه؟ مش دي مش حكومه، الحكومه يبقى فيها ناس فاهمه، ناس دارسه. وبعدين السيسي ولا حكومته هو بيقول انا اللي اقول، انا مش عارفه في الناس ولا ايه ولا ايه. ده يا عمي ده عميل ويعني هديه لاسرائيل من السماء، مش اكتر ولا اكتر ولا اكتر. ربنا يعين مصر يا استاذ حنان، البلد بتعاني والناس بتعاني، واحنا عندنا واحد اهم حاجه عنده أيوة. يبني ويحس بان هو يعني فرعوني. هو مش بيبني، هو بيسرق، هو بيسرق وبيبيع. احنا شو؟ طب لا ماشي، بعنا عشان احنا مديونين، احنا اوكي انا مديونه واضطر ابيع حاجه من عندي في البيت ماشي، لكن ابيع بيبان علينا خير، لكن لا بان حاجه ولا بان مصنع ولا بان مدرسه عيد. اه البيع على إيه؟ على على مزاجه هو، مش علشان مصلحه الناس. بشكرك يا فندم. في فرصة أخرى للأستاذ أحمد اللي معانا من مصر، أهلا بيك. أستاذ أحمد معايا؟ طيب مش معانا. أم حسين معانا، ست أم حسين من مصر. أم حسين معايا من مصر؟ مش معانا أم حسين؟ لا معاكم أم حسين. سامعيني يا أم حسين، اتفضلي، أهلا بيكي. ازيك عامل ايه؟ الله يخليك يا رب، تسلمي. هما ليه بيقولوا ان دايما الوزاره اللي فاشله والوزير اللي فاشل ومحدش بيجي جنب السيسي؟ كلهم فشله. كلهم السيسي والوزاره وكلهم، هما قاعدين ياكلوا ويشربوا مش حاسين بالناس. طيب تحب توجه لهم رساله كده تقول لهم ايه؟ قال لهم حرام عليكم، خلي بالكم الشعب، الناس هتبيع ولادها، والله الناس هتبيع ولادها مش لاقيه تاكل.
الشحاته كترت، الناس بقت تشحت، بقت تمد ايديها للناس. عندك الكيلو الرز بقى كام، وكيلو السكر، انا رحت اجيب كيلو السكر قال لي ب55 جنيه. الله اكبر. مش عارفه الكيلو الزيت ب120 جنيه. والامن والامان اهم حاجه، الامن والامان بيقول لك السيسي. يعني الامن والامان ونموت من الجوع؟ نمشي نعمل ايه؟ انا عندي 4 عيال، اعمل ايه؟ اخدهم مشحت، اقعد عند باب السيده واشحت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يعين الناس. يا محسن بشكرك جدا.